إن شاء الله بكرة الصبح، إن شاء الله. يا رب، أنا نفسي أخلص من الكابوس ده بقى. خلاص هنتقابل هناك بكرة الصبح إن شاء الله. أشكر حضرتك، تصبح على خير. يا رب يا رب. أنا بس كل اللي يهمني إن اسم باي يفضل لطيف. إن شاء الله هيفضل كده على طول. إن شاء الله. محكمة! بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الاطلاع على القضية رقم 3524 لسنة 2014 والمتهم فيها نور الدين فرحات عبد العزيز بالتورط في قضايا استغلال نفوذ وكسب غير مشروع، حكمت المحكمة بمصادرة جميع ممتلكاته والتي آلت إلى الورثة وهم ابنته شمس نور الدين وزوجته ناهد أبو الفتوح. رفعت الجلسة. مش فاهمة، هو قال إيه؟